We'll fight terrorism and other things, and we're going to be friends for a long, long period of time. We have a great bond with the people of Egypt, and I look forward to working with the president. فخامة الرئيس منذ التقيت بك في سبتمبر الماضي ولقد رحلت عليك. وإعجابي الشديد بشخصية الرئيس المتفردة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. فخامة الرئيس بكل قوة بكل صدق وبكل وضوح ستجدوني أنا ومصر بجانبك في تنفيذ هذه الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.